ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا انت هتقعد تقلدني كل مره كل مره كده. منورني حبيبي حبيبي يا جو. صا للمره الثانيه على التوالي معانا في القناه هنا، منورني طبعا حبيبي يا جو. حبيبي نوره. طيب اكملني، جبت صاصه وعايز اعوضه عن المطعم اليمني، بس احنا عايزين نتكلم بس مبدئيا معنا موضوع المطعم اليمني. احنا اسفين جدا لناس كتير افتكرت ان احنا بنستهزأ او الكلام ده كله بالمطعم اليمني. كل الاحترام كل الاحترام للمطعم اليمني طبعا، احنا للاكل اليمني او المطبخ اليمني واهل اليمن كلهم. الفكره كلها في ايه يا جماعه؟ الفكره ان احنا انا والاستاذ صاصه قعدنا نص ساعه تقريبا نحفظ في الاسامي، ولما جينا قدامكم في الكاميرا ضبطنا بقى، وكان المنظر زي ما انتم شفتوه كده، زي ما شفتوا في التصوير او في الفيديو. فهي الكوميديا كلها جت ان احنا مش عارفين الاسامي واحنا قاعدين نص ساعه ولا تلت ساعه قبل التصوير بنحفظها، فعشان كده جت الكوميديا من هنا. انما طبعا طبعا كل الاحترام طبعا، المطبخ اليمني طبعا من افضل المطابخ، وده بشهادتكم كلكم. لولا كده انا ما كنتش عملت الفيديو اسامي بتاع المطبخ اليمني. فطبعا تحيه لاهل اليمن كلهم، وهنكرر ان شاء الله تجربه في مكان افضل. هو سوء تقدير مننا برضو ان احنا ما سالناكوش الاماكن المميزه للاكل اليمني، وبرضو في ناس قالت انك لازم تاكل الاكل اليمني في المطعم. هنشوف الفكره عامه هتيجي ازاي وهننفذها سوا تاني مع بعض. طيب طولنا عليكم قوي، بس النهارده جايين لكم بفيديو حاجه جامده من الاخر، فكرة جديدة وفكرة جميلة. احنا بنقارن بين مطعمين جامدين، تمام؟ الزمن القديم، الزمن القديم مش قديم قوي يعني، بس الزمن الجميل. هنجيب منه حاجة تمام، وفي الوقت الراهن اللي احنا فيه هنجيب برضو حاجة تانية، وهنقارن وهنشوف هل في كفة مطعم عن مطعم. هنشوف كل ده مع بعض، وهنجرب وهنقول بكل مصداقية زي ما احنا متعودين معاكم في القناة بالظبط كده. طيب المطعمين ايه علشان ما نطولش عليكم؟ يلا نطلع الحاجة. اهم حاجه احب اقول لكم ان احنا خلصنا الفيديو اللي انتوا لسه هتشوفوه ده، ونسيت اسالكم على اهم حاجه النهارده. ايه رايكم في اللي عملناه في اللوكيشن؟ بنحاول نطور والله علشان نرضي جميع الاذواق. في ناس كتيره قالت لي حاول تعمل الخلفيه اللي وراك ازرق او كحلي، حاولنا نغير شويه. عايزين رايكم بقى في الخلفيه، يا ريت قولوا لي رايكم، واي تعديلات قولوا لي عليها هنعملها. ويلا بينا روحوا بقى اتفرجوا على الفيديو. ورجعنا بالحاجه اللي معانا، وانا معايا ويلز كيتشن، وانت معاك ويمبي. الجو القديم بقى، انا سايب الجو القديم الويمبي، بدايه مطاعم اللي نزلت في مصر البرجر. طيب زي ما انتم شايفين في الباكجينج كده، يعني انا حاسس ان انا نفس الحاجه. خدوا بالكم احنا جايبين نفس الكميات بنفس الحاجه، يعني الفيديو ده تحضيره بجد خد مني ايام بجد بجد. فيعني يا ريت بعد اذنكم قبل اي حاجه اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زرار التنبيهات وتعمل لايك علشان التعب اللي انا هشوفه في الفيديو ده وشوفته. طلبنا لايكات كتير المره اللي فاتت، ويعني ما حاولناش لايكات كتير. حاولوا معانا عشان بجد الفكره دي هتعجب الناس كلها، وشيروا الفيديو طبعا لانه فكره ممتازه. يلا نوريكم الحاجه على طول. ساندويتش، وهنا ساندويتش، وادي ساندويتش تاني هنا من عم ويلز، وادي ساندويتش رابع من عم ويلز، شوف هنا دي، واخر حاجه من ويلز هذا الشيء هنعرفه. عندك حاجه تاني؟ انا عندي خمس سندوتشات نفس العدد بتاع الحاجه جايبين نفس الحاجه تقريبا، نفس الفكره بالظبط علشان نقيم مقارنه مظبوطه، يعني ما يبقاش في ايه ما نظلمش مطعم على حساب مطعم تاني. طيب مبدئيا كده الباكجينج واضح ان في فرق، يعني لما نتكلم على حاجات مبدئيه. لا الباكجينج التغليف عامه، الباكجينج كالتغليف، التغليف انا شايف ويلز افضل. سيكه بسيطه، سيكه يعني مش بسيطه قوي، يعني في اختلاف بصراحه ويلز في الاحجام. هنشوف لما نفتح الحاجه ونرجع لكم. والطعم انا جايب نفس الساندوتشات اللي هنا، هي نفس اللي هنا، وهنقارن في الاسعار برضو، هنشوف يعني الحجم والسعر برضو اذا كان قيمه مقابل سعر ولا لا. يا مسهل يا رب. هنجهز الحاجه، ولغايه ما نرجع لكم يا ريت اللايك الجميل بتاعكم، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر التنبيهات عشان يوصل له كل جديد. اوعوا تروحوا اي حته. ورجعنا تاني بعد ما وضبنا الحاجه وتهنا شويه بسبب ان عم ويمبي مش كاتب الاسامي مظبوط وممسوحه وحاجه صعبه، بس في ويلز بصراحه الاسم كان مكتوب واضح جدا ومتعلم عليه في التيكت. فكباكجينج ويلز كسب في كل حاجه يكسب. بصراحه حاجه تانية، الاستاذ صاصا في ويمبي هنا معه شوكه، انا سلفته شوكه من ويلز هنا، فبوجب معاه عشان يعرف ان الجديد برضو تقيل. طيب قول لنا اول حاجه هنا معانا من ويمبي بطاطس تشيزي كرينكلز، ودي ثمنها 30 جنيه. وانا البطاطس بتاعتي اسمها تشيلي تشيز فرايز، دي ب 28 جنيه ونص. بصوا بقى الفتحه، بصوا يعني انت تفتح كده وتاكل بصراحه في فرق عظمه. طيب يلا ندوق ويمبي الاول من فضل. شوف فضل. دي بطاطس وبيف بيكن وفلفل هالبينو. هنا بطاطس مشرشره، وعندي انا بطاطس صوابع. مش هي منهكه شويه عشان بقى لها شويه بصراحه. هي كمان البطاطس لما بتقعد بتبقى طريه.
الله يا ويمبي. الله حلو. الله يا ويمبي. مش هنقيم دلوقتي، هي حلوه صراحه جميله، بس نشوف برضو ونشوف على ويلز. يلا دوق يا باشا. عندك ايه مكونات هنا؟ إيه نفس المكونات زي لحمه مفرومه، وهنا بيف بيكن وهنا لحمه مفرومه، يعني الاثنين بيف عامه، وفي فلفل هالبينو برضو هنا، نفس المكونات غالبا بالظبط. لا انا ميل هنا الويمبي. انا ميل الويمبي في البطاطس الصراحه، رغم ان هنا في الطعم رغم ان كبيره اكتر والدنيا حلوه، بس بيرة. بس كطعم بصراحه ويمبي يكسب. ويمبي يكسب. ويمبي انا شايف انه افضل في البطاطس. طيب هنعتبرها نقط. واول نقطه طبعا متفقين انا وصاصة الويمبي. ويمبي يبقى كده نقطه الويمبي. هنروح لتاني حاجه ونرجع لكم تاني، وجينا لكم بتاني حاجه معانا ويمبي بي دبل، وده مكوناته في طماطم بقى زي ما انتم شايفين، وخس وجبنه امريكيه، والصوص بتاع ويمبي، واللي وراه ده بقى زي ما انتم شايفين ده بتاع عم ويلز، نفس المكونات بالظبط بس في بصل بدل الطماطم. الاسعار هسيبها لكم تحت طبعا عشان 50 جنيه بالنسبه للويمبي، ده 50 جنيه وده مش فاكر، هتلاقوا الاسعار تحت، هتلاقوا السعر بتاع ويلز عندي هنا والسعر بتاع ويمبي عند صاصة. طبعا مبدئيا كده في فرق احجام واضح، انا ما اعرفش انتم شايفينه ولا لا، بس هو الفرق واضح وضوح الشمس. احنا هنشوف بقى فرق الطعم ايه، يلا بينا. في اختلاف في الطعم، ندوق عم ويمبي. طعم البيف بتاعه جميل جدا، طعم البيف واضح جدا وجوسي، هو جوسي قوي. بس انا كنت احب ينشف سنه، بس مبسوط يعني انا عاجبني كده. تمام، احنا طبعا اي اختلاف في الاراء احنا عايزين نختلف علشان نطلع لكم بافضل حاجه. هخلص الاخ ده واخش على ويلز، انا عايز اخلصه بصراحه. بالنسبه لاول حاجه معانا عم الويمبي بي ده، اللحمه جميله بصراحه، والجبنه الامريكيه نظيفه قوي، طعم حلو جدا صراحه، الطعم حلو، طعم مميز، طعم حلو. هو الحجم صغير قوي بصراحه بالنسبه للسعر، بس الطعم حلو. هنجرب ونشوف بقى. يلا بينا نخش على عم ويلز، يلا بينا. انا جايب لكم برده حاجات متقاربه نفس الاسعار او اقرب ما يكون، فعشان كده ايه هتلاقوا الدنيا متقاربه، بس الاحجام هنا هي اللي تفرق. لذيذ برضو، هو حلو، بس هنا البرجر متماسك اكتر من ويمبي. ويمبي جوسي قوي، هنا لا هنا متماسك اكتر، هنا ما فيهوش الجوسينس بتاعت ويمبي فعلا، بس الطعم انا برضو عاجبني. لا هو الطعم حلو، الطعم حلو. العيش مختلف، العيش بتاع ويمبي عيش في حته ثانيه، في حته ثانيه، عيش بطاطا بتاع ويمبي اساسا. هنا العيش ناشف شويه بس مش وحش، حلو. طيب كطعم انا مع ويمبي برضو بصراحه، كحجم قلبا وقالبا مع ويلز، بس للاسف احنا بنقيم على الطعم النهارده، الطعم والاساس، الاحجام والاسعار دي بتاعتكم انتوا بقى، كل واحد وذوقه. فتاني نقطه انا بالنسبه لي هديها لويمبي، وانا ويمبي 2-0 ويمبي، رغم ان انا يعني اللي شافوا فيديوهات ويلز قبل كده معانا، ويلز كان مكتسح، وانا عشان كده النهارده صريت ان انا اجيب ويلز مع ويمبي عشان حاجه تبقى قويه مع ويمبي. بالنسبه لي انا افضل حاجه هسيب لكم في الاي في الفيديوهات اللي فوق، لما ويلز بيخش في اي مقارنه بيكتسح بصراحه. النهارده ويمبي لغايه دلوقتي هو المكتسح، يا مسهل. هنشوف الباقي هيبقى نفس الكلام ولا في اختلاف. يلا نخش بتالت حاجه، ورجعنا بتالت اختراع معانا هذه الاشياء. قول لنا بتاعك انت ايه يا عم صاصي. انا بوري راب، وده مكوناته قطع فراخ وصوص الرانش وخس وجبنه امريكيه، وانا ده ثمنه 25 جنيه. وانا بتاعي بافالو ناتشو تشيكن، ده صدور دجاج بافالو مع تركي مدخن مع جبنه موتزاريلا مع صوص الجبنه الزرقاء مع عيش التورتيلا المقلي، الاثنين مقليين. حاولت اجيب اقرب حاجه بصراحه، بس يعني هو في فرق في السعر كبير كبير قوي، ده ب 60 جنيه وده ب 25 جنيه. بس عشان اجيب لكم اقرب حاجه هنجرب ونقيم. طيب هتدوق مين الاول؟ ويمبي. يلا ويمبي يا مسهل، البوري راب بتاع ويمبي ده فيه فلفل هالبينو من جوه، يلا بينا ندوق. لذيذ بس مزز قوي، هو حراق بالنسبه لي، بس طعمه تحفه، بس هو حراق قوي، حراق قوي، سبايسي جدا. انا بالنسبه لي مش حاسس بالحرقان، حاسس بالمزازه زياده. لا انا عاجبني. طيب خلاص، أنا ايه انا حراق قوي قوي، انا ما اعرفش، يمكن انا ما هو وقع يعني في الفلفل. طيب
يلا بينا ندوق هذا الوحش بصراحة، يعني هو في السعر والحجم مختلف تماما. ده يلا بينا، حتى في المكونات برضو مختلف، بس انا قلت اجيب حاجة مقلية برضو. مفيش مقارنة. اسمحوا لي غير رأيي. جبنا الموتزاريلا ويلز يكسب برضو، علشان ما بقاش ظالم، هو مفيش مقارنة في الأسعار ولا في أي حاجة ولا حتى في الطعم يعني. لا هنا ويلز أحسن بكتير، مكتسح طبعا. هو غالي بس احنا بنقيم كطعم الطعم. زي ما هناك برضو كانت الأحجام صغيرة قوي، كان الطعم أحلى، وكان الطعم أحلى، فقلنا الطعم الأحلى. ده طبعا طعمه أحلى، أحلى. بكتير أحلى. بكتير. طيب كده متفق معايا طبعا ان اللي يكسب ويلز. متفق ويلز 2-1 يا مسهل. انا حاسس ان عم ويلز بيقرب. يلا نخش على اللي بعد كده، ويلا بينا بقى نخش باللي بعد كده. قول لنا يا عم صاصة، عم ويمبي معاه ايه؟ معانا بيكن بي، وده برجر وبيكن وطماطم وخس وجبنه امريكيه، وده 58 جنيه. وانا معايا سموك هاوس باربيكيو، ده برجر وبيف بيكن وبصل رفيع مقلي وجبنه امريكيه وصوص هيكري باربيكيو وخس وطماطم وصوص لوزيانتا. ده سعره 58 جنيه، يزيد 8 جنيه عن عم ويمبي، بس في الحجم برضو فرق كبير قوي. في الحجم كبير قوي قوي. طيب يلا بينا ندوق ويمبي كالعاده. يا جماعه بصوا، يعني نونو قوي، نونو قوي قوي يعني. يلا بينا ندوق. بيعمل عظمه الراجل ده، بيعمل عظمه في البرجر. البرجر بتاعه مميز جدا على فكره، ولقمه العيش حلوه، والبيكن مقرمش كده. العيش انت قلت لي معمول من ايه؟ جو بوتيتو بان. فارق جدا طعم العيش بتاعه، تحفه. البرجر مميز جدا، والبيكن بتاعه طبعا طعمه تحفه، جبنه مقرمش كده، تحفه تحفه. اتمنى ان عم ويلز حبيب قلبي ينصفني في هذا الساندويتش. يلا طبعا عشان تشبع منه محتاج لا كمية. محتاج يعني 3-4 انت وذوقك بقى، احنا بنقول الطعم وانت تختار طبعا. يلا بينا ندوق عم ويلز. عايز اسمع رأي صاصة. انا شايفه حلو. انا شايفه حلو. انا شايفه حلو، مش بطال، طعمه برضو مميز. بس هو البرجر زي ما انا قلت نفس التعليق اللي فات، البرجر يعني انشف سنه من ويلز. من ويلز، انما طعمه حلو. طيب هتكسب مين؟ هسيب لك انت النقطه دي الاول. ويمبي 3-1 لويمبي، وكده فاضل معانا حاجه واحده، ف يعني الكفه للاسف ترجح الى ويمبي. بس هنقارن اخر حاجه، ما تروحوش اي حته، ولايكاتكم الجميله، واشترك في القناه، وشير الفيديو، ظبطوا الدنيا بقى، وخشوا لعبوا في القناه، في 221 فيديو ولا 22 فيديو، عايزين كميه لايكات كويسه يعني. يلا هنروح باللي بعد كده ونرجع لكم. ورجعنا لكم باخر حاجه من السعاده، واتمنى ان الاثنين يكسبوا. انا عايز الاثنين يكسبوا، الاثنين جامدين. هو حتى الان بجد الاثنين جامدين في كل حاجه، بس حقيقة. يعني ويمبي بيكسب بطرطوفه كده في التيست. قول لنا بتاعك ده ايه يا عم صاصة؟ معانا سبايسي فليه، وده قطعتين دجاج وجبنه امريكيه وخس وهاليبينو وسيراتشا مايونيز. وانا بقى ده ب 65 جنيه بتاع صاصة. انا الفاير كراكر بتاعي عباره عن صدور دجاج مقليه وفلفل هاليبينو مقلي وجبنه امريكي وخس وصوص هاليبينو، وده سعره 58 جنيه، يعني ارخص ارخص، وحاسس ان هو دبل الحجم. الحجم في اختلاف في الحجم كبير فعلا. طيب يلا بينا ندوق عم ويمبي الاول السبايسي فيليه. يلا بينا. بس يعني طبعا قطع الفراخ ما شاء الله يعني كبيره وبيضه يعني حاجه يا مسهل يا رب. مش جوسي قوي الفراخ، صح؟ يعني لسه برضه بتقف، ما انا حاسك وقفت، ما هي بتقف في الزور يعني. مش مميز لغايه دلوقتي، مش شايفه مميز زي البرجر بتاع ويمبي. لا يعني ده الفراخ بتاعتها مش مميزه قوي، صح؟ ناجتس قوي في نفسها الطعم، مش اقرب نسبه 90% ناجتس. هنشوف عم ويلز هيرد عليه ويقول له ايه، يمكن الاثنين يخسروا معانا. يلا بينا ندوق عم ويلز.
ده ما شاء الله. بس هنا كان الفراخ اكتر، حاسس كده في وين هندول قطع الفراخ كبيره لانه عشان ده دبل، عشان ده دبل. اه يلا بينا ندول الاخ ده. انا اميل هنا اكتر. متفقين، انا بشاور هنا وانت بتقول انا اميل هنا. انا اميل للويلز اكتر في الفراخ صح. ويلز في الفراخ عامه واضح ان هو متميز عن ويمبي، عشان حتى في البوري راب واللي هو الساندوتش الثاني كان فراخ متميز جدا. لا في الفراخ انا مع ويلز. ويلز جميل في اللحمه. ويمبي بصراحه عظيم، بس الحجم صعب قوي يا ويمبي. فانت ده حاجه انتوا اللي قرروها، احنا بنقول كطعم وكتست بالظبط. صراحه ويمبي يكتسب. هو 3-2، هي النتيجه النهائيه كده 3-2 لصالح ويمبي، فالموضوع مش كبير قوي. بس انا رشح لكم ايه، الاثنين تحفه، قيمه مقابل سعر طبعا. مع ويلز اكتر تست الافضل سيكا او سيكا ونص. ويمبي في البرجر في الفراخ ويلز يكسب صحيح. بس ودي المقارنه بتاعت النهارده، تعبتني جدا بجد والله، تعبت جدا. فبعد اذنكم شويه دعم لايكات حلوين وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر التنبيهات علشان نعمل لكم فيديوهات حلوه، وشجعونا عشان نعمل فيديوهات اكتر يا ريت بعد اذنكم. بس ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده، وكان معكم جو كرش بوي وصاصه. سلام.